السلام عليكم البنات، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة يا رب. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا، الفيديو ديالنا كيتكلم على المشتريات اللي كنت اشتريت ونزلت لكم الفيديو عليها، وكنت قلت لكم غادي نوريكم فين وظفتها. كيف ما كتشوفوا معايا دابا هاد لي كادر فوتو اللي كنت شريت، كيف ما كتشوفوا ها هما، راه درتهم هنايا فوق لا تيت دو لي، درت واحد البتيتي طاجير وحطيتهم هنايا كيف ما كتشوفوا معايا. هذا هو الديكور ديالهم كيفاش جا. وهادو هما الشبيكات البنات اللي سولتوني عليهم بزاف بزاف الاخوات كانوا كيسولوني عليهم، اللي كنت قلت لكم خديتهم من المرجان، وبزاف الاخوات بقاو كيسولوني عليهم. ورا دابا غادي اي منتوج غادي نحط لكم، غتلقاو لو بري ديالو، غيطلع لكم لو بري ديالو في ليكرون ان شاء الله الرحمن الرحيم. كيف ما كتشوفوا هادو انا درتهم هنايا في البلاكار ديال الحوايج ديالي، رونجيت فيهم الفاطي مع هاد الفوطات كيف ما كتشوفوا هكا على هاد الشكل. والثانيه الاخرى درت فيها الملابس ديالي، الحوايج اللي كنبغيهم يعني يكونوا قراب ليا بحال هكا بهذه الطريقه. الا بغيتي شي حاجه تقدي تجبديها هكا، تاخدي اللي بغيتي وغادي تردي الشبيكه هكا. وكيف ما كتشوفوا معايا انا البلاكار ديالي كاين واحد ليسباس كبير، كاين واحد ليسباس كبير، هاد الشبيكات هادو كيخليوك تستغلي البلاصه، ما يبقاش هذاك ليسباس غير ضايع خاوي، كيخليوك تستغلي يعني ما امكن من المكان. وهادو هما لي بوكس اللي خديت من ايكيا كيف ما شفتوا معايا، هادو انا درت فيهم لي ساك، هادو عملت فيهم لي ساك، ها هما دايره فيهم لي ساك، هادي وحده درت فيها لي ساك، والاخرى درتها الفوق في البلاكار الفوق، درت فيها الحوايج ديال البرد، حطيت فيها الحوايج اللي ما كيتلبسوش ديال البرد كما كتشوفوا. هاد الشبيكه حتى هي هذيك السليله دو رونجمون هي كنت خديتها من ايكيا، دايره فيها الفاط والحوايج اللي ما كيستعملوش بزاف كما كتشوفوا معايا. وهاد الشبيكات هادو غنوريكم واحد الاستعمال اخر ليهم في الكوزينه، انا غنوريكم دابا ان شاء الله كيفاش غنستعملهم في الكوزينه، وتقدروا تستعملوهم بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا هكا في الكوزينه في لي زيطاجير، كيجيو زوينين. وكتهز المعنات لي الكيسان لي زاسيات، انا درت فيهم هاد لي غامكان اللي كنت شريتهم حتى هما من المرجان، كيف ما البنات اللي شافوا الفيديو اللي سبق راه غاديين يعرفوني علاش كنتكلم. وبالمناسبه البنات في الفيديو ديالي السابق ديال المطبخ ديالي، في الجوله ديال المطبخ ديالي ان شاء الله اللي بغات تشوفوه غنخلي ليها ان شاء الله الرابط في اسفل الفيديو في صندوق الوصف. بزاف الاخوات سولوني على هاد السيبوره هادي ديال الكيسان، هاد السيبوره انا دابا غنقول لكم انا خديتها من كوسموس، كنت مشيت لكوسموس ولقيتها وخديتها من كوسموس، غادي تلقاو ان شاء الله غادي يبان لكم لو بري ديالها في الشاشه. وفيما يخص القراعي هما هادو اللي شريت من مرجان، ها هما عملت فيهم الطحين وحطيتهم حدا العجانه باش يجيوني قراب هكا. وهادو القراعي الصغار اللي كنت خديت من بيم، درت فيهم وحده درت فيها اللوبيا، وحده درت فيها الفول، الجنجلان، الذره تنعمل بها الفشار للدراري كيبغيوها بزاف كما كتشوفوا معايا. وكنتمنى من الله ان شاء الله الفيديو نال اعجابكم. وبالنسبه للمشتركات شكرا على التتبع ديالكم ليا، وبالنسبه اللي باقي ما مشتركينش كيشوفوني لاول مره ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس لتفعيل الجرس. ونتمنى من الله نتلاقاو في شي فيديو قادم ان شاء الله، ونكونوا كاملين بصحه وعافيه يا رب، وشكرا لكم على المتابعه.